الأخبار الاقتصادية، حيث افتتحت يوم أمس فعالية الطابع 15 للصالون الدولي للصيدلة والصناعات الصيدلانية سيفال 2021 بمشاركة نحو 120 عارضا، حيث تضم تظاهر المنظمة تحت شعار الصيدلة في الأزمات أهم الفاعلين والمتعاملين في مجال الأدوية بالجزائر، إلى جانب مانحي الخدمات وشركة الخدمات والهندسة وممثل والمهنيين في قطاع الصيدلة والمؤسسة العمومية. التغطية لزميل عادل غضبان. نحضر افتتاح الصالون العالمي للصيدلة في الجزائر طبع 15، التي يعني تضم مشاركة كثير من الشركات الوطنية، خاصة التي تنتج المواد الصيدلانية في الجزائر، هذا لتشجيع الصناعة الصيدلانية في الجزائر، كذلك لكي نصل إلى الاكتفاء الذاتي، خاصة في هذه الوضع الذي نعيشه في هذه الأيام، في هذه السنة التي عشناه والذي ما زال نعيشه، خاصة هذه قصة كوفيد 19 التي يعني بينت أن مهما كانت يعني الصعوبات نقدر أن نتغلب عليها. بماذا؟ بلا برودكسيون ناسيونال. هذا العام عندنا أكثر من 120 عارض من مخابر صيدلانية ومؤسسات شبه صيدلة. هذا العام حنتكلموا على الأزمة، على ما إن درجة من هذه الأزمة على سوق الأدوية، على الشعب الجزائري، يعني في إطار خاص دار شعار هذه الطبعة هو الصيدلة في وقت الأزمات. كل المحاضرات، معظم المحاضرات سوف نتكلم على الامباكت تاع هذه الأزمة على سوق الأدوية، على الشعب الجزائري، على الصناعة الصيدلانية. من جهتها، أكدت المفتش العام لوزارة الصناعة الصيدلانية لويزا عمروش العجاج على هامش المعرض أن عمليتي إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا مستمرة وسيتم الإعلان عنها قريبا. العملية مستمرة إلى حد أن يأتي الوقت الذي سنطلعكم فيه على أن اللقاح موجود وصنع في الجزائر. العملية مستمرة. المشاركون في المعرض أكدوا أن الصالون فرصة لتبادل الخبرات العلمية وحتى الاقتصادية بين المخابر الصيدلانية، وتمكين المواطن من التعرف أكثر على التقدم الذي يشهده قطاع الصناعة الصيدلانية في الجزائر، خصوصا في ظل جائحة كوفيد 19. ميكروفون عادل غضبان ثانية. C'est le laboratoire Evexia Pharma, laboratoire pharmaceutique et parapharmaceutique de production de compléments alimentaires algériens. C'est un laboratoire où la production est basée à Constantine. On est participant donc à la CIFAL 2021 donc pour faire connaître et être présent auprès des pharmaciens et des professionnels de la pharmacie, aussi pour faire, on va dire, être présent pour les patients, donc pour vraiment être disponible au niveau des officines. Nous avons une gamme très très variée donc de compléments alimentaires. Nous avons des compléments donc de spécialité tels que les compléments de fertilité ou de gastro, et aussi nous avons des compléments donc de vitalité tels que les vitamines et vitamines donc C et zinc. Donc c'est des produits qui sont très très demandés et très utiles en cette période de Covid-19, chose qui est vraiment, on va dire, demandée, et on a besoin de ce genre de vitamines, de compléments en ce moment. باعتباره مهرجان ذو طابع علمي، أكبر مهرجان لتوفير المعلومات العلمية للصيادلة فيها. طبعا في نفس الوقت مهرجان اقتصادي، حيث أنه يكون اتصال مباشر بين المخابر الصيدلانية وخصوصا المخابر الوطنية الإنتاج المحلي مع الموزعين والصيادلة. مخابر فراتر رازس في هذه الفترة نقدر نقول حرجة بالنسبة للوضعية الوبائية. طبعا كنا من السباقين في بداية الوباء تصنيع بعض المستلزمات وتوزيعها على الأطباء كشركة وطنية جزائرية.
ويحتضن قصر المعارض بداية من يوم أمس وعلى مدار 5 أيام الصالون الدولي للرقمنة والاتصال والتكنولوجيا المتنقلة. الصالون يعرف مشاركة قرابة 50 مؤسسة نشطة بمجال الرقمنة، كما سيكون سانحة أقول للمؤسسات العارضة ترويج لمنتجاتهم. التغطية لصحر لونيس. الناس تهضر النيميريك ديجيتال، ما هما القواعد نتاع الصح نتاع التحول الرقمي قبل التحول الرقمي نتاع لا نيميريزاسيون بور باسي باسكو اون فوا ترافير بارتو دون الفيسبوك ديجيتال فورماسيون ديجيتال. دونك اون ا فولو فير ان سالون بور مونتري كيل سون لي سيكتور او لو ديجيتال سيت امبليكي وكيس كيل فو فير et quelle est la porte digitale sur l'entreprise. C'est ça le plus important. وبالمناسبة أكد مدير بوزارة الرقمنة أن المعرض يأتي كفرصة للشباب من أجل تطوير مهاراتهم في مجال الرقمنة وتسليط الضوء على القطاع من أجل تطوير الاقتصاد الرقمي. رانا هنا جوست باش نشجعوا هاد لي زيفينمون او ميم طون دو دوني لوكازيون هاد لوكازيون او جون ديفلوبي لور كومبيتونس في لا نيميريزاسيون. Identifier surtout le Nidam al-Bi'i, l'écosystème de la numérisation en Algérie. Parce que on a des compétences qu'on n'arrive pas encore à identifier presque à 70% ou là. On aimerait bien connaître via les événements, connaître l'écosystème et l'exploiter dans le cadre de la numérisation et l'économie, l'iqtisad. جانب آخر، يعتبر المشاركون في الصالون أن إعادة تنظيم مثل هذه المعارض سيكون فرصة للمؤسسات الجديدة في تطوير مؤسساتهم من خلال الاحتكاك بالناشطين في القطاع. نحن حاضرون في هذا الصالون من أجل ترويج المنصة الرقمية التي وضعت مؤخرا والتي تسمح لجميع المتعاملين الاقتصاديين تسهيل عملية عبور البضائع وتتبع البضائع عن بعد، وهي منصة رقمية يعني تسمح لجميع المتعاملين الاقتصاديين لتسهيل العبور عبر الموانئ. يعني نحن متفائلين يعني برجوع هاد الصالونات يعني بعد فترة صعبة نوعا ما، يعني هذه تسهل لنا الامور للاتصال مع المتعاملين ولي افير لا بروموسيون دو نو برودوي. دونك aujourd'hui on est présent هنايا pour la 29e édition تاع لو سيكوم. دونك c'est une occasion pour nous de faire connaître notre association mais aussi de l'importance et de l'obligation تاع le code à barre sur les produits.